تمام. هنا أنا بالنسبة لهذن الفاست والهاي، هذن الأنواع مال الألياف، الدكتور قال هذول اللي يركضون اللي اسمهم ماراثونر، تمام، بس ذكرهم على ال على ال شو يسمونه على المثال مال الفاست، يعني يكون عندهم من هاي الأنواع مال الألياف، تمام، ذكرهم ويا هاي الحالات مال العظام، قال إنه العظم إذا واحد لح وياه هذا التندن راح ينشلع والعظم يعني ينكسر والتندن يبقى مشلب بالعضلة أو يصير تمزق العضلي. ذكر هم الماراثونر على قال إنه الماراثونر هذولا مثلا اللي يسبحون أو الهاي يوصل المرحلة بعد ما يقاوم وأكون هسه تظل تلح فتتوقف العضلة مالته ويغرق، يعني يغرق مكانه ويموت. هسه نجي هنا طبعا هاي مهمة، هاي بالحالة الطبيعية ريستن ساركمير، فما علينا بيه بالحالة الطبيعية لان قرأناه. بالنسبة خلنا نقرأ الكنتراكشن، كنتراكشن همين انا قلتها هيج راح تصير، يعني السي ديسك دا يقرب والساركمير دا ينضغط، تمام. زين هذا شنو؟ هذا يكون بي ستريتش، ايش راح يصير؟ المايسن راح تجي تبعد الاكتن، هسه هاي الاكتن هذن الخضر، تمام، وهذا المايسن، المايسن هاي التالس والهاتس مالتها اللي ترتبط، الهاتس مالتها ترتبط بالهذا الجي اكتن، فايش راح تسوي؟ راح تبعد الجي اكتن، تمام، تودي بهذا الاتجاه، وها هي، ولازم تعرف هذا الشيء. هذه انا يمكن حاطها هنا أنا بالصور، لا ما صحها. المهم شوف عيني، لازم تعرف هسه هاي بالاي باند، هاي يعني شلون ما اخذ، خلينا نقول كروس سكشن للاي باند. الاي باند عود شبيها، احنا قلنا اي باند يعني لايت، يعني شبيها هاي الاي باند. دقيقه هاي كونتراكت، احنا ناخذ بس هاي، هذا الاي باند شبيها بيها بس اكتن، هاي الاكتن عود. اتش باند شبيها بيها بس ال الراد لايك بورشنز اوف مايسن. الام لاين، هذا الام لاين، ام لاين ايش بيه؟ بمايسن، هذا شوف مايسن، وكذلك هاي ال شو يسمونها البروتينز اللي يسمونها هذه مايسن باين بروتين مايسن، وبها هذا الانزيم اللي اسمه كريدين كاينيز. بالنسبه للاي باند، منها اي باند، هذه كلها اي باند اللي هي الحدود مال المايسن، شميها الاي باند بيها مايسن، وكذلك بيها اللي هو الاحمر هنا، وبيها هذا الاكتن اللي هو هذا الاخضر، تمام. goodbye.